السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الصوت والصورة واضحين يا شباب؟ تمام، نبتدي بقى بمشيئة الله. اوكي، طيب الأول انتوا شفتوا الحلقة بتاعت approach to diagnose dermatological disorder، عشان هي يعني هتخدمنا كتير قوي في الايه، عشان ما نقعدش نعيد نفس الكلام تاني. اوكي، فاللي ما شافهاش يا ريت يبقى يشوفها. المفروض النهارده الحلقه دي عشان الناس اللي داخله الامتحان بتاع الثيرد او امتحان كلينيكال بتاع الماستر، ازاي تكتب شيت، ازاي انت تعمل شيت درماتولوجي. تمام، فهنبتدي بأمر الاول. طبعا الهيستوري تيكنج ده this is very important، سواء انت في العياده بتاعتك عشان تعرف توصل لدايجنوزز، او انت في الامتحان وعايز تريتش الفاينل ريزلت بتاعك ان انت تشخص العيان، وهي اهم حاجه في القصه. فالهيستوري تيكنج is very important. ازاي نعمل هيستوري كويس، هيستوري تيكنج كويس؟ طبعا في اول حاجه البيرسونال هيستوري. البيرسونال هيستوري ده مهم ليه؟ الايدج مثلا، عشان في certain diseases common in certain ages، زي مثلا عندك سيستميك ال اي ما بتجيش غير في اليونج فيميلز. اوكي، زي مثلا البولس بيمفيجويد اكتر في الاولد ايج، البيمفيجس بيجي في الميدل ايج. يعني الايج مهم لانه بيدلنا على، لو احنا مثلا شفنا بولس ديزيز وشفناه في يونج بيشنت، ممكن نفكر اكتر في البيمفيجس عن البولس بيمفيجويد. طبعا في كرايتيريا تانية كتير، بس انا بتكلم على الايه، الايج يهمني في ايه كدرماتولوجيست، لما ابص احط في دماغي ايه واشيل من دماغي ايه. الجاب برضو مهمه، لان في certain diseases بتظهر لناس عندها certain jobs. يعني مثلا الهير دريسر، الكوافيره، هتبقى عرضه اكتر انها يجي لها allergic contact dermatitis. الهاوس وايف او الشخص القهوجي بتحط ايده في ميه كتير او كده، ده ممكن يجيله ايه، تينيا مانم مثلا، او يجيله اكزيما، الهاوس وايف اكزيما. الناس بس اللي مثلا بتتعامل مع حاجات فيها كيميكلز ممكن يجيله كونتاكت درماتايتس. فبرضو الجوب مهمه، ما ينفعش ان احنا نعديها ما نسالش العيان فيها. بيطلع في الشمس كتير، يبقى عرضه اكتر للحاجات اللي هي الفوتو اندوس درماتوزيز. الهابتس زي السيجر سموكينج مثلا، زي الالكوهوليزم، الحاجات دي برضو تهمني. الناس الالكوهوليكس ممكن نتوقع حاجه زي البورفيريا مثلا، او اي ليفر ديزيز ويعمل معاه مشاكل ايه على السكن. الناس اللي عندها اللي بتعمل سيجر سموكينج مثلا، بتشرب جوزه شيشه، الناس اللي بتاكل قات، الحاجات اللي زي كده، نتوقع سكويموس سيل كارسينوما اوف ذا ليبس اور ذا ميوكوس ميمبرين اوف ذا اورال ميكوزا. طيب الريزيدنس بليس، لان في ارياز مثلا الفيلاريا اكتر في الشرقيه، الليشمانيا اكتر في سينا او في شبه الجزيره العربيه، يبقى الريزيدنس برضو يهمني ان انا اعرف هو جاي منين او ساكن فين او راح فين في منطقه في وقت معين. اوكي، الهيستوري اوف دراج كونسامشن ده مهم، عشان احنا لو شاكين في حاجه اوف دراج اندوس درماتوزيز، يعني مثلا اي نوع من الدراج اندوس درماتوزيز، يبقى انا اسال على الدراج اللي ممكن يعملها. اوكي، مثلا بيجمنتيشن مور كومن مثلا مع الناس اللي بتاخد ايه، حد يكمل معايا يعني، البيجمنتيشن مثلا البلاك بيجمنتيشن او الدارك براون بيجمنتيشن اللي بيجي على السكين والنيز يجي اكتر معايا. الانتي مالاريا، برافو. ايه تاني؟ مينوسايكلين. ايه تاني؟ اميوديرون، صح، بالظبط كده. طيب يبقى ادي صنف مثلا حاجه هتعمل بيجمنتيشن. اوكي، لو مثلا بنتكلم على حاجه هتعمل بولس دراج ايربشن، برافو برافو. زي ايه؟ البيمفيج، اللي هو ايه، البيمفيجاس اندوس، او الدراج اندوس بيمفيجاس لايك ايه ايربشن، او البيمفيجاس اللي سببه الدراج. طيب لو مثلا عندنا الزانثيمتس ايربشن، هيجي اكتر مع ايه الدراجز اللي ممكن تعمله؟ ماشي، برافو. بس اهم حاجه البنسلين ما ننساهاش. اوكي، ما ننساش البنسلين، وكمان الايه، البلاد ترانسفيوجن. تمام، الارتكاريال دراج ايربشن برضو البنسلين. وايه تاني؟ نون ستيرويدز ممكن تعمل الاي اس اي، صح، برافو، اللي هو الايه، انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز، تعمل انجي ايديما. اوكي، طب لا، الحاجات مثلا زي سيستميك الاي اندوس لايك دراج ايربشن،
تمام، يبقى احنا نسأل على الدراجز واكوردنج للساين اللي احنا شايفينها نشوف نتوقع ايه الدراج اللي احنا ممكن ندور عليه. تمام، ده مهم جدا. طيب الهيستوري اوف فود انجستشن ده مهم في حالات زي الايه، الاكيوت ارتيكاريا مثلا. اوكي، الهيستوري اوف كونسانجوينيتي يهمني في الحاجات اللي هي الجينيتيكلي ديترمند ديزيزز. تمام، الهيستوري اوف كونتاكتس افكشن اوف كونتاكتس زي مثلا ايه البراذر الفادر، يعني الفاميلي هيستوري الكونتاكتس بتاعه افكتد في الحاجات الكونتيجيوس زي السكيبز زي الرينج وورم، اخوه او اخته الصغيره اللي بيستخدموا نفس المشط او نفس الفوطه، الناس اللي عندها سكيبز مثلا، الناس اللي معاها في البيت كلهم لازم نسال نشوف مين تاني بيهرش مين كذا كذا. اوكي، يبقى ده مهم برضو ان احنا ناخد الهيستوري اوف افكشن اوف كونتاكتس. السكشوال هيستوري مهم في الحالات اللي فيها سكشوالي ترانسميتد ديزيزز. اوكي، ليه؟ عشان اولا نشخص المرض وعشان نوصل للسباوس اللي هو ممكن يكون افكتد فنعالجه، فكده يبقى عالجنا المريض لان هو ممكن يرجع يتعيدي تاني من الشخص اللي هو بيتعامل معاه. والهيستوري اوف ذا بوسيبل اوف اذر بوسيبل ديزيزز، يعني السيستميك ديزيزز، احنا عارفين طبعا ان احنا عندنا سكين مانيفيستيشنز كتيره لسيستميك ديزيزز، انترنال ميديسن ديزيزز، يعني زي الدايابيتس زي الهايبرتنشن زي الليفر ديزيزز زي الرينال، فلازم نبقى عارفين برضو العيان ده عنده ايه. لو دايابيتك يبقى متوقع مثلا النيكروبايز لايبوديكا، لو مثلا عنده باول انفلاماتوري باول ديزيز ممكن البايدورما جانجرينوزم، لو عنده هيباتيك مثلا هيباتايتس سي او اي مشكله في الليفر يبقى نتوقع مثلا لايكن بلانس اورال تايب كده يعني. تمام، يبقى مهم برضو ان احنا نعرف الميديكال هيستوري بتاعه. كده احنا خلصنا البيرسونال هيستوري بتاع العيان. نيجي بقى الهيستوري اوف اونست اوف ذا ديزيز، وده اهميته ان احنا برضو هنخمن مرض معين او هنستبعد مرض تاني. احنا عندنا الهيستوري يا اكيوت يا سب اكيوت يا كرونيك يا انترميتنت. تمام، ايه الحاجات اللي هتعمل اكيوت اونست؟ اللي هي tends to appear suddenly وresolves within a short time، زي ايه؟ كونتاكت درماتيتس، الارتيكاريا، ريثيما مالتي فورمي، دراج ايرابشن، فاسكولايتس، تيلوجين افلوفيوم في الشعر، الانفكشنز، البايس اند ستينجز، كل الحاجات دي ممكن هتبقى اوف اكيوت اونست. السب اكيوت ده tends to appear gradually most often they do not tend to persist، يعني مش بيطول قوي بس مش بيبقى بيروح بسرعه زي الاكيوت. اوكي، يعني مش هيفضل، هيروح بس هيطول شويه عن الاكيوت. Most types of blistering disorders دي بنعتبرها سب اكيوت، الاسكيبز، الانفكشنز some infections، وطبعا most forms of acne. الكرونيك eruption usually have gradual appearance and tends to persist for longer periods of time، زي الاكزيما، زي السورايسز، زي الاريثيماز بانواعها، الاريثروديرما، الابيدرماليسيس بولوزا، البيجمنتري ديس اوردرز، الكونكتيف تيشو ديزيزز، اند نيوبلازمز. الانترميتنت بتروح وترجع تاني. اوكي، ريزولفز اونلي تو ريكير باك، زي الكرونيك ارتيكاريا، زي البي ال سي، زي الاي ام، زي الاوتو اميون بروجسترون درماتايتس، الريلابسنج بوليكوندرايتس، الريلابسنج فيفر، فيث ديزيز، فوتو درماتوزز او فيث درماتوزيز عموما. اوكي، فكل الحاجات دي انترميتنت ايرابشن. طيب الديوريشن مهم في ايه؟ لو حاجه اوف شورت ديوريشن، نتوقع مثلا ديزيز زي الام اف او السكويما سيل كارسينوما او كذا، ولا هنتوقع اكتر الحاجات اللي ايه اوف اكيوت اونست مثلا لان الديوريشن بتاعها قصير، هنكسكلود الحاجات اللي هي ايه التيومر مثلا. اوكي، طيب السيمتومز، احنا عندنا المين سيمتومز في الدرماتولوجي حاجه من اتنين، يا بين يا بروريتس. اوكي، البينفول نوديلز معروفه، الاكراين سبيرادينوما، نيوروليموما، جلوموس، الليومايوما، انجيولايبوما، نيوروما انيوروفايبروما، درماتوفايبروما، بلو رابر بليب، كوندرو درماتايس نوديولاريس هيليسز، كيتينيوس اندوميتريوزز. هتدور هي ماشيه مع مين فيهم طالما في بين. اوكي، وطبعا احنا مش بنتكلم على البيرنينج بين اللي هو بتاع الهربس سامبلكس او الهربس زوستر، انا بتكلم على البينفول نوديوز. تمام كده، مش بينفول فيزيكلز، لان الفيزيكلز اللي هي البينفول معروفه، الهربس زوستر والهربس سامبلكس. اوكي، واكيد طبعا الابسسز او البايجينيك انفكشنز هيبقى فيها بين، بس هيبقى عامل ازاي؟ ثروبينج بين. تمام، يبقى في ثروبينج بين وفي بيرنينج بين وفي البين اللي هو كونتينيوس او بيجي مع الكولد. مين اللي بيجي مع الكولد ويذر؟ مين شاطر يقول لي؟ لا، من الحاجات اللي احنا قلناها دي الليومايوما.
تمام؟ ليوميوما هو اللي بيجي مع الكولد اكسبوجر. يعني انت لو جبت تلجايه كده وحطيتها على العيان اللي عنده ليوميوما اللي تشكك فيها، البين يزيد. اوكي طيب، البروريتس طبعا موست اوف ذا سكين ديزيزز، يعني في حاجات اصلا مش بتبقى بروريتك بس العيان بيقول لك بروريتك. يعني مثلا السورايسز معروف ان هو ذس از نوت ا بروريتك ديزيز، بس سام بيشنتس كومبلين اوف بروريتس سبيشالي لو هي في الانترتريجينس ارياز. فده مش حاجه محدده قوي، بس طبعا يعني اكتر مع السكيبز، اللايكن، الارتيكاريا، دراج ايربشن، الانسكت بايس، الاكزيما، الجلوماس برضو بالظبط، بس مش الجلومانجيوما، الجلوماس اللي هو السنجل ليجن بالظبط كده، برافو. بس الاشهر اللي هو الايه، اليوما يوما. تمام، يبقى احنا عندنا تو سيمتومز اللي بيشتكي منهم العيان، يا اما عنده بين يا اما عنده بروريتس. اوكي، يا اما بقى شكل الحاجه مضايقه، وده بقى ايه يعني، بتبقى هي اكتر الحاجات بيبقى ايه المنظر الحاجه مضايقه بس اسيمتوماتيك. نبتدي بقى خلاص، احنا دلوقتي عرفنا، خدنا هيستوري من العيان. اوكي، هوريكوا صور لبيشنتس اوكي اللي هي الاكتر الاشهر الحاجات اللي بتيجي كلونج كيسز في الامتحانات. تمام، ونحاول ان احنا، انا مش هتكلم، ان احنا هنتكلم سوا. تمام، يعني انا مش هتكلم، انا المفروض ان احنا كلنا نشارك في الديسكشن اللي جاي. طيب، كيس نمبر 1 دي 32 years old female، والليجنز دي بقى لها 5 months. 5 months يبقى احنا نعتبر ان هي ايه، سب اكيوت، صح كده؟ معايا سب اكيوت اونست. طيب، حد بقى يوصف لي الليجنز اللي احنا شايفينها دلوقتي في الفيس. مش باينه، نكمل بقيه الصور ونرجع لها تاني. طيب، نشوف العينه از اهول، نشوف العينه از اهول ونرجع تاني لايه، للفيس، وحد فيكم ايه هيبقى هو مسؤول عن الحاله دي. طيب، هي نفس البيشنت، ده الثاي طبعا، الارم، الهاندز، اللور باك، البريست. تاني نرجع بقى وخلينا نفكر فيها كانها عيانه قدامك جايلك في الامتحان. على فكره يا شباب، انا ما يهمنيش او اي ممتحن ما يهموش ان انت توصل للدايجنوزز قد انت ازاي مشيت صح وانت بتفكر. فكرت صح، حطيت ديفرنشال دايجنوزز صح، طلبت انفستيجيشنز تو ذا تارجت، ما طلبتش حاجه ما تلزمش العيان عشان توصل في الاخر للدايجنوزز. وعلى فكره، هو ممكن العيان يكون جاي متشخص بس مش هيخليه يقول لك حاجه، ومش هيدي لك الانفستيجيشنز بتاعته. تمام، ففي الاخر كده انت هتشوف عيان كده، وانت هتاخد منه هيستوري كويس، وهتحاول تعرف منه اذا كان اخد علاج قبل كده، ما اخدش علاج قبل كده، عمل انفستيجيشنز قبل كده. ثم بنبقى محرجين على العيان ان هو يتكلم معاك في الانفستيجيشنز اللي عملها او التشخيص. فاتفضلوا بقى، حد ايه يوصف لنا الايه، العيان ده او العيانه دي. دي ريسيماتوس ماكيولز في الفيس. هنقول ان في اريثيما في الفيس. تمام، الايز مش مورياك حاجه كده. يعني نقول ان في ايديما او بافنس في الاي. تمام، بس حلو ان انت قلت هيليوتروب، كويس ان انت خدت بالك. تمام، مع ان انا مغطيه عينيها يعني. اوكي، نفس الاريثيما اهي واخده الايه، الفيس. تمام، ايه ده بقى؟ ده ممكن يكون درماتومايوسايتس. لا، انا ما قلتش شخصها، احنا متفقين على ايه دكتور محمد؟ انا اللي يهمني ايه، انا اللي يهمني ايه، مش ان احنا نوصل لدايجنوزز، ان انت تفكر صح. تمام، طيب دي ألسر، دي هنقول انها ألسريتد ليجن. تمام كده، اوكي. انا هقول لك ان الملمس بتاع السكين اراوند ات شويه هارد. تمام، شويه هارد. تمام، طيب دي ايه بقى، وصف لنا الليجن اللي هنا. لا، قولي قولي يا امنيه. ها، ايه ده؟ بويكيلوديرما. بويكيلوديرما ايه؟ البويكيلوديرما موتلد هايبو وهايبر بيجمنتيشن، برافو، مع سكين اتروفي وتيلانجكتيزيا. تمام كده، ففي تيلانجكتيزيا اهي لو انتوا خدتوا بالكم. تمام، وفي موتلد هايبو هايبر بيجمنتيشن. الاتروفي ده طبعا انتوا مش هتحسوه، بس لو العيان قدامك انت هتحس ان السكين هنا اتروفيك.
تمام، يبقى دي بويكيلوديرما. بويكيلوديرما على الايه الثاي وعلى الارمز كمان اهي نفس المنظر. اوكي البويكيلوديرما موجوده على اللمبس ابر واللور لمبس. طيب ايه اللي موجود على الدورسه ده؟ دورسه اوف ذا هاندز اللي هو عباره عن ايه؟ شكلها عامل ازاي؟ فايليشيس كالوريشن بابيوز موجوده على النكلز وعلى على الدورسه اوف ذا هاند. تمام اوكي. ودي برضو another ulceration اللي احنا قلنا عليها. دي بقى التارجت بتاع المشكلة كلها. البيشنت دي كانت عاملة ماستكتومي عشان كان عندها breast cancer في left breast one year before she came to me. يعني هي كانت جاية بقى لها 5 شهور. اوكي الراش بقى لها 5 شهور بس هي كانت عاملة ماستكتومي one year before. تمام فهي الموضوع الدرماتومايسايتس ان ادلتس لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي انها بارانيوبلاستيك ولازم ندور ممكن يبقى كوينسايدنج مع الانست بتاع التيومر وممكن يبقى بيفور وممكن يبقى افتر. خلوا بالكم من النقطه دي. يعني ات كود هابن ان الدرماتومايسايتس دي تيجي بعد التيومر اصلا ما تشال. تمام وممكن تبريسيد بييرز. تمام فاحنا لازم العيان ده يتابع طالما ادلت درماتومايسايتس. تمام وهي فعلا درماتومايسايتس بس طالما ادلت لازم نتابع. ده الكلام ده مهم جدا اللي هتسال فيه لو حاله زي كده لازم هتسال فيه. ولو انت يو مست تشيكينج ذس اريا اتكسفت تبص او العيانه ما قالتلكش وانت ما بصيتش يبقى انت ايه كده ضيعت الحاله منك. اوكي لازم تاخد بالك تدور اذا كان عندها اولد اوبريشنز لاي تيومر تاخد منها هيستوري كويس شالت ثايرويد إيه كان عندها جي اي تي كان عندها بريست كانسر وات ايفر. تمام مهم جدا. طيب يبقى هي الحاله دي زي ما احنا شفنا كده في عندها بويكيلوديرما. تاني بقى عشان بس الصوت بتاعكم ما بيبانش يا فندم كان في هنا كالسيفيكيشن على فكره ما بقول لك هارد شويه كالسيفيكيشن كومون مع الدرماتومايسايتس بالظبط كده كالسينوزيس كيوتس إيه فحصل مكان الالسر اكتر في اليانج اكتر بالظبط اكتر في اليانج برافو بس كان عندها. تمام هو اكتر في البيدياتريك ايج فعلا والتاني بيبقى بناين مفيش فيه مشكله الادلت فورم هو اللي يقلقني. اوكي فهي عندها اريثيما هنقول مع اديما في الفيس وهيليتروب اريثيما شويه يعني هي شويه تلاقيها فايليشيس كده هي باينه اكتر هنا هي شايف الحته اللي تحت العين هنا وهنا هيليتروب خالص. دي الهيليتروب اريثيما اللي اراوند ذا اي دي سببها ايه يا جماعه؟ مين شاطر يعرف؟ الاوربيكولاريس اوكيولاي افكشن الافكشن اوف اوربيكولاريس اوكيولاي. طيب دي بالظبط كده برافو. طيب دي هسال هطلب منها ايه؟ يعني انا دلوقتي شفت العيانه دي كده اوكي هطلب منها ايه؟ اللي هو ازاي بقى؟ احنا عايزين بقى وريني شطارتكم. لا قبل ما اعمل لاب قبل ما هي لسه عندي قدامي في العياده وانا عايزه اطمن على الماسلز اعمل ايه وما اسالهاش او ما الهيستوري ده خليه على جنب انت العيانه قدامك برافو تقوم من على الكرسي وتقعد من غير ما تسند ايديها. تمام ترفع ايديها وتسيبها متشعلقه شويه لا ولا وزن كيلو ولا حاجه احنا مش هندخل مسابقات احنا هنخليها ترفع ايديها وتسيبها شويه في الهواء ونشوف هتتعب بعد قد ايه. تمام دي حاجه. الحاجه الثانيه لو انت بقى بتاخد هيستوري زي ما انت بتقول هتسالها على ايه بتطلع السلالم ولا لا ولا بتحب بتسرح شعر برافو بتسرح شعرها لوحدها ولا في حد بيساعدها. اوكي يعني ده يتسال في الهيستوري. تمام انما الاهم من ان انت تسالها ها جايز هي مثلا الست بتيجي على نفسها وتعمل برضو انك تقومها وتقعدها كذا مره وتشوف تعبت ولا لا. تمام خليها ترفع ايدها وتسيبها شويه وتشوف هتتعب بعد قد ايه ده مهم جدا. اوكي لان احنا عندنا المشكله بتبقى فين في البروكسيمال ماسلز صح كده يعني في البلفيك جيردل وفي الايه الشولدر. تمام طيب الالسر زي ما قلت لكم هي كالسيفيكيشن بس هو مش كومون قوي في الايدج ده هي اكتر في الجوفينايل تايب من الدرماتومايسايتس بس ات واز بريزنت فيعني ايه وحتى ايفن على فكره الباثولوجي بتاعها بس للاسف مش معايا الجزء بتاع الكالسينوزيس كيوتس بتاعها ده كان موجود.
طيب والبويكيلودرما، بس البويكيلودرما از نوت سبيسيفيك فور درماتوميسايتس، بتبقى موجوده في كل الكونكتيف تيشو ديزيزز، تمام، وده ملحوظه لازم تهمني، واكتر مع السكيلودرما على فكره عن الدرماتوميسايتس، ودي برضو مهمه عشان لما تتسال هل ده دي دايجنوستيك، لا مش دايجنوستيك بس كونكتيف تيشو ديزيز. اوكي طيب خلاص احنا كده الديفرنشال دايجنوزز اللي احنا ممكن نحطه، لان انت برضو مش هتحط لي دايجنوزز واحد كده وخلاص، لازم يو هاف تو بوت ديفرنشال دايجنوزز. فايه اللي هتكتبه في الشيت بتاع العيانه دي كديفرنشال دايجنوزز؟ طبعا هتحط اول حاجه الحاجه اللي انت فكرت فيها اكتر، وتبقى عارف عامل حسابك ان كل كلمه هتكتبها هتتناقش فيها. اوكي يعني هتكتب لي درماتوميسايتس، هقول لك ليه قلت درماتوميسايتس، هتقول لي سكليرودرما هقول لك ليه شفت ايه، هتقول لي مثلا ايه سيستميك ال اي هقول لك ليه، تمام، وهتطلب لها ايه. اوكي فاحنا لازم تكون انت مجهز وانت بتكتب الديفرنشال دايجنوز، اولا نكتب الموست بروبابل الاول وبعدين الليست بروبابل، وانت بتكتب كده يبقى عارف الاسئله اللي انت هتتسالها وتبقى مجهز الرد في دماغك، تمام. يبقى اول حاجه هنفكر فيها الدرماتوميسايتس، ثم السيستميك ال اي قبل السكليرودرما. ليه بقى السيستميك ال اي قبل السكليرودرما؟ عشان المالار راش، حلو، وعشان السكليرودرما بيبقى معاها ايه الفينجرز مش هتبقى بالمنظر ده، هتبقى تابرنج صح كده، وهيبقى معاها الاول شيل بلينز which is not present، يعني العيانه ما اشتكتش ما عندهاش اي حاجه تشينج في الكولر بتاع الايه البريفرال فينجرز او التوز، تمام، ما عندهاش اي مشكله تدل على ان عندها البريفرال سيركيليشن في مشكله، بالعكس ده في ريفيما في الهاند وفي الدورس اوف ذا هاند. اوكي الاكزيما يعني حطيتها لكم كده عشان ايه تتلخبطوا، بس يعني الام اف طبعا عشان بويكيلودرما تتحط. اوكي بس الاكزيما لا يعني الحقيقه، بس اهو يعني ماشي، لو انت حطيت حاجه لازم تبقى مجهز اسئلتك هتتسال فيها. طب ليه فكرت في الدرماتوميسايتس؟ عشان 1 2 3 4 5 هيليتروب اريثيما، عندنا الناكلز فيها الايه ها الجوترنز بابيوز اند جوترنز ساين، عندنا الماسلز. ايوه اتفضل. طيب انت ما هو انت المفروض ان انت ما تكتبهاش في الاول، بس انت هتحط الكلينيك يعني انت عن نفسك مش هتحطها اساسا. ماشي تمام، لا صح طبعا، ما فيش سكليروزز تمام، ولا حتى اكرل عشان نقول كريست مثلا، صح تمام معاك حق تمام اوكي، لا صح فعلا. اوكي اوكي لا ليه بقى؟ وانت اللي هتقول لي البورفيريا ما تتحطش هنا ليه؟ البورفيريا بيبقى فيها ايه اساسا؟ ميكانو بولس. ميكانو بولس، انت شفت اي بولي هنا؟ لا بس ممكن في اولها مثلا، معلش ما هي هتيجي بس في الفوتو اكسبوزد ارياز، انت عندك هنا في الهيدن ارياز ليجنز اكتر من اللي موجوده بره. انا عندي الهيدن ارياز تمام، بس هو معاك حق اللي قال السكليرودرما ما تتحطش في الكلينيكال ديفرنشال دايجنوزز برافو، لان ما فيش اي حاجه ساين تدل على ان في سكليرودرما اساسا يعني، تمام تمام. طيب ايه الانفستيجيشنز بقى اللي هنطلبها على طول؟ طب مش في الاول لاب، حاجات لاب ممكن نعملها؟ ايوه برافو، ها الالدوليز ها والسي كي برافو تمام. وايه تاني؟ لا ده لما احنا بنتكلم على الجوفينايل تايب بقى، الانتي جو 1 ده في الجوفينايل تايب صح؟ احنا دلوقتي بنتكلم على الادلت، بس يهمني برضو كادلت درماتوميسايتس ان انا اسيرش على اذا كان في الكارسينو امبرينيك انتيجن حصل فيه اكتيفيشن تاني ولا لا، طالما هي كان عندها في الاساس بريست كانسر، يعني العينه اصلا جايه ببريست كانسر اتشال من سنه تمام؟ طب ما انا اشك ان ممكن يكون في اكتيفيشن، طب ما انا اعمل الكارسينو امبريونيك انتيجن صح؟ يبقى مع اللي انتوا قلتوه ده انا ممكن اعمل اي اس ار الاول، واعمل السي بي كي، واعمل الدوليز تمام، وبرضو اعمل انتي نيوكلير انتي بادي ماشي مفيش مشكله، لانه ده هيطلع بوزيتيف في كل حالات الايه كونكتيف تيشو ديزيز، ده في الاول انت اول ما تجيلك العياده الحاجات الايه السكريننج تست السريعه الاي اس ار الانتي نيوكلير انتي بادي
تمام. بعد كده هتبعتها بقى تعمل لك ايه السي بي كي والالدوليز والالفا فيتو بروتين، لو ايه عشان احنا فاكرين قبل كده ان احنا مش الالفا فيتو، الكارسينو امبرينيك اي مين. تمام. ولو انت مش ساين ماي سايز، طيب الباي المسل بايوبسي. طيب يبقى السكين افكشن بقى. تمام. يعني السكين افكشن اللي هو السبيسيفيك، بس هو عموما عشان تبقي عارفه الهيستولوجي بتاع الدرماتومايسايتس هو نفسه بتاع ال اي. تمام. مفيش فرق، مفيش فرق خالص يعني. والديسكويد زي السيستميك برضو، الديسكويد ال اي زي السيستميك ال اي زي الدرماتومايسايتس، هي نفس الفايندنجز، مفيش اي فرق. بس الديرموسكوبيك بيكتشر بتاعت ال اي يعني كاركترستيك شويه عن الدرماتومايسايتس، ملهاش فايندنجز، مفيش حاجه سبيسيفيك ليها. فدي حاجه ماشي. لو احنا حلو السؤال ده لان ممكن تسأليه برضو في الشفوي، طب انت ليه لو هي سين مايسايتس ومفيش فيها اي انفلاميشن، تمام، وهي بس درماتايتس يعني مفيش يعني مفيش مايوسايتس، يبقى احنا هنعرفها ازاي؟ لا الجو 1 برضو والحاجات دي مش هتبقى، لا مش هتبقى بوزيتيف في الحالات اللي زي كده. في احنا في سبيسيفيك تيست في اللاب عشان ال عشان ال اي سيستميك ال اي. اولا السيستميك ال اي مش بس هنلاقي فيه اريثيما وكده، لازم هيبقى فيه كذا كرايتيريا. اولا في الدرماتولوجي هنلاقي عندنا ulcerations في الاورال ميكوزا، تمام، ريكرنت بتروح وتيجي واسيمتوماتيك، وهنلاقي معاها ديسكويد ال اي ليجنز، صح كده، وهنلاقي الفوتودرماتايتس، تمام، مع ايه تاني، مع الفوتو سنسيتيفيتي او الراش، وبرضه هنلاقي معاها بقى الحاجات اللي احنا بنلاقيها السي بي سي، تمام، اللاب انفستيجيشنز اللي هي السبيسيفيك اللي هي الدبل ستراند. يا جماعه دكتور باسم، طب الحمد لله هات لنا معاك بقى، اقفل المايك عشان ما ناخدش الفلوس اللي انت جايبها. طيب طيب ماشي دكتور باسم. هلولا معلش تعلم مني الميوت بليز، اعمل ميوت للكل. خلاص انا عملت لنفسي انا ميوت كده، عايز اعمل لهم هم ميوت لان في حد بيتكلم. ممكن تعملي ميوت خلاص هو عمل ميوت لنفسه الحمد لله. لسه بس الموضوع فيه فلوس يا جماعه يعني، بس هنفوتها كده. اوكي. يبقى احنا قلنا لو احنا بنميز ما بين هل هي سيستميك ال اي ولا هي درماتومايسايتس سين مايسايتس او هي درماتايتس يعني، اوكي، without مايسايتس، يبقى احنا هنفكر اولا طبعا لازم هنلاقي الفايندنجز الاربعه بتوع السكان، وبعدين هندور على اللاب انفستيجيشنز اللي هي السبيسيفيك لل اي، تمام، واللي هم ايه، هنلاقي عندنا طبعا ال اي سيلز، هنلاقي عندنا الدبل ستراندد، هنلاقي عندنا بروتينوريا، هنلاقي عندنا رينال افكشن، تمام، ليفر افكشن، هنلاقي عندنا بان سايتوبينيا. في حاجات يعني هتخلينا نفكر اكتر مع ال اي مش مع الدرماتومايسايتس، وده سؤال مهم برضو وحلو، انا مستمتعه بالنقاش معاكم. تمام. يبقى احنا هنبتدي هنقول سي بي سي كان في مايلد انيميا مش بان سايتوبينيا، تمام، ده اول حاجه. اليوري اناليسيس كان في شويه البومينوريا بس مش عاليه قوي، with increase urinary creatinine. السي بي كي كان increased عالي قوي، وهوريكم التست. الالدوليز برضو كان increased. الانتي نيوكلير انتي بودي بوزيتيف ده نون سبيسيفيك لكل الكونكتيف تيشو. الاي اس ار كان increased. الكارسينو امبريونيك انتيجين كان نيجاتيف، تمام، والالفا فيتو بروتين انا عملته برضو يعني طلع نيجاتيف. الفا فيتو بروتين ده عشان الليفر ايه كانسر. ده هنا البلين تشيست اكس راي اللي هو ورانا ان كان فيه ليفت ماستكتومي وانه مفيش اي حاجه دلوقتي، مفيش اكتيفيتي، والسي بي سي زي ما احنا شايفين، بس هو الهيموجلوبين 13 مش وحش، اوكي،
وده ينفي ان احنا بنتكلم على حاجه سيستميك الاي. تمام. السي كي كان زي ما احنا شايفين 449، النورمال لغايه 135 عالي جدا. الكارسينو امبريونيك انتيجين كان ويذ النورمال، تمام، ما كانش فيه اي مشكله. البايوبسي زيه زي ما قلنا، الدرماتومايسايتس مش هتفرق في البايوبسي عن ال اي عن الديسكويد سيستميك ال اي، نفس الشيء كمان مفيش فرق. تمام، يعني مفيش حد يقول لي انا عايز اعرف ديسكويد ولا سيستميك او ما اعمل بايوبسي، لا ده كلينيكال. اوكي، ونفس الشيء درماتومايسايتس هي برضو سكين اتروفي في الميوسم موجود. ما هو ما تيوميد ال اي هيبقى فيها ميوسم. اوكي، والريم هيبقى فيها ميوسن. موجود موجود هيبقى موجود في الاثنين. هي المصل بايبسي هي اللي هتفرق، انما السكين بايبسي مش هيفرق. تمام كده، هنلاقي برضو بيري ادينكسل بيري فاسكولار انفلتريت اوف ليمفوسايتس واتروفي حاصل في الابيدرمس، مفيش اكتر من كده. بس يمكن هنلاقي في الدرماتومايس في سوري في السيستميك ال اي اللوبس باند مش هنلاقيه في الدرماتومايسايتس. اللوبس باند فاكرينه عارفينه امينو فلوريسنس اللي بيبقى فين؟ اللوبس باند تيست لا بيبقى فين؟ في الفوتو اكسبوزد اند فوتو هيدن، ده وده في السيستميك اللي ايه هيبقى في الاثنين. اوكي، بينما في الديسكويد اللي ايه هيبقى بس في الايه في الفوتو اكسبوزد. تمام، وده عشان نفرق بقى لو احنا عندنا ديسكويد اللي ايه الاثنين شبه بعض بس انا عايزه افرق ديسكويد من السيستميك، وده سؤال مهم، هعمل اللوبس باند تيست فين؟ في هيدن اريا، ما عملوش في اكسبوزد اريا، ما عملتش حاجه انا. اوكي، طيب يبقى الدايجنوزز درماتومايسايتس. نيجي طبعا التريتمنت والكلام ده احنا كلنا عارفينه، مش محتاج بقى ان احنا نقعد ندي فيه، انتوا كلكم ذاكرين. ننقل بقى على الحاله الثانيه. ايوه واحده واحده، عايزين الشريحه بتاعه التريتمنت. ماشي، احنا هنعالج السكان وهنعالج المايسايتس. السكان ده بتاعنا اوكي ان هو هتدي توبيكال ستيرويد وسان سكرين اهم حاجه. اوكي، المايوسايتس ممكن انت ممكن توديه لحد اميونولوجيست. هتبتدي الاول بسيستميك ستيرويد اقل حاجه 60 ملي جرام ديلي، تمام، لغايه الكلينيكال ريسبونس والنورمال سي بي كي هو ده الدليل بتاعك، وعاده ده بياخد اوفر 1 يير وبعد كده يبقى تابرد سلولي. الميثوتريكسيت از انذر اوبشن، واحيانا بندي الاثنين مع بعض. الدوز بتاعته بتبقى 0.8 ملي بير كي جي. ممكن ندي ازاثايوبرين، مايكوفينوليت، سايكلوسبورين. اوكي، انتي مالاريال الدوز بتاعته 200 ملي جرام. طبعا البلازما فيريسز ان اوبشن والاي في اي جي. تمام كده، كل دي اوبشنز. بس ايوه ها، واحد واحد يتكلم لو كان دايابيتك او هايبر تنشن. طيب هتكنترول الدايابيتس والهايبر تنشن وهياخد الاستيرويد. تمام، لان الاستيرويد هنا مانداتوري زي ما بتدي في السويت سيندروم. هتدي مثلا حاجه زي الالداكتون يعني عشان ايه يقلل الايه البلاد بريشر لو انت بتتكلمي على الهايبر تنشن، والسكر لو في عنده سكر او حصل له هيبقى كنترول لانه ده هياخده ملهاش حل. ما انت في البدايه هتدي الاسترويد بالهاي دوز وتبتدي معاه بالازاثايوبين او مايكوفينوليت موفيتيل، then you can reduce the steroid dose يعني بعد فتره لما تبتدي تبقى كنترول الحاله تبقى كنترول معاكي على الاتليست يعني. تمام، ده كده لايف سيفنج. انت زي البانفيجاس ينفع ما تديش ستيرويد؟ لا. طيب اوكي، ما انت هتدي الاثنين، هتدي الاستيرويد والاستيرويد سبيرنج وبعد كده هتبتدي تسحبي الاستيرويد. لا على لا المايكرو فينوليت موفيتيل طبعا افضل، بس على حسب العيان كان بي ولا لا، لان الدواء غالي. انما احنا بنتكلم على الامتحان هتقولي المايكرو فينوليت موفيتيل. اوكي، والميثوتريكسات على فكره برضو از ا جود اوبشن في الحالات بتاعه الايه درماتومايسايتس. طيب بس زي ما قلت لك في حالات يا جماعه ما ينفعش نقول احنا مش هندي ستيرويد اصل العيان دايابيتك او العيان هايبرتنسيف، معلش يموت ولا السكر يعلى. ماشي اوكي اوكي في حد عايز يسال حاجه تانية قبل ما ننقل على الحاله التانية؟ معلش، هو السايت بتاع لا انت لازم هتاخدي من البروكسيمال ماسلز. طبعا من الماسلز هي بتشتكي منها اكتر، بس تاخدي من البروكسيمال ماسلز. الدلتويد مثلا اوكي، الكوادريسبس.
يبقى ناخد من الدلتويد. الدلتويد اه اللي هو من اللور، يبقى مثلا الكوادريسبس. الكوادريسبس مثلا. اه بالظبط كده. اوكي اه فصل، فصل من اول حاجه، فصل من اول حاجه. ها يا جماعة معايا الصوت والصورة واضحين؟ تمام. طيب نبتدي بقى في الحالة التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور معلش ايه ها قال في الدرماتوفايتس اتفضلي. في الحالة دي الايفكت، الامباكت اوف بريجنسي على الدرماتوفايتس والعكس. طيب هو الافكت، الامباكت اوف بريجنسي على اي حاجة اللي هي مش سيل ميديتد هيمورال هيزودها. تمام، يعني اي حاجة سيل ميديتد هتتحسن، اي حاجه هيومورال هتزيد. تمام كده معايا؟ يبقى الدرماتومايسايس هتزيد، ال اي هتزيد. اوكي تمام. السورايسس قد تتحسن. طيب دي بيشنت تشايلد عندها 8 سنين، الليجنز دي بقى لها 2 ويكس. تمام، يبقى دي اوف اكيوت اونست. تمام، هنبص على بقيه الصور وبعدين هتقولوا لنا ايه اللي انتوا شايفينه. ليجنز واصله لغايه الابدومن بس هنا مش باينه قوي في الصوره، وده الدرموسكوبيكال اكزامينيشن بتاع الحاله. حد يوصف لنا بقى الحاله. دي يا دكتور ريسيمتوس بلاكس. تمام ماشي اوكي. طيب كده واضحه. اه هي بيربيريك، هي بيربيريك. بيربيريك تمام، وجايه ميل الاول ابتدت باللور لمس. يس ذوز ار ذا لور لمس فروم بيهايند، الصوره دي فروم بيهايند ودي فروم فرونت، يعني ده الفرونت اوف ذا ليجز وده الباك الكالف اهو. تمام، وهنا الثاي الفرونت والباك. تمام، وهنا حتى ايفن 8 سنين، وده حتى even ال upper limb affected 8 8 years. وزي ما انتم شايفين even ال buttocks affected. سوري حلو السؤال، معاها systemic symptoms، كان عندها abdominal colics وفي شوية pain وهي ماشية، يعني هي كانت جاية بتعرق شوية. حلو، ليه بقى فكرتي في هينوكشن لاين بيربرا؟ الأول الأول عشان نقول vasculitis لازم نلاقي ايه؟ palpable purpura. palpable purpura احنا قلنا ان دي purpura، طبعا palpable دي هتحسيها انت. اوكي، يبقى لازم تحط ايدك تحس البيربرا دي palpable ولا non palpable. تمام، وعشان نفرق البيربرا من الاريثيما هنعمل ايه بالظبط؟ هيحصل ايه في البيربرا وهيحصل ايه في الاريثيما؟ maintained، انما الاريثيما هتبقى يحصل فيها ايه بالظبط كده. تمام، يبقى احنا هنقول الاول انها بيربرا مش اريثيما. تمام، وبالفابل دي هتحسها طبعا مش هتشوفها في الصوره، وبعدين الديستريبيوشن واخده اللور لمبس كلها والابر لمبس وجاي على الابدومين كمان. اوكي، والدرموسكوبي زي ما شايفين في بيربريك دوتس كده في الايه في الدرموسكوبي. طيب لو فكرنا نحط ديفرنشال دايجنوز، احنا طبعا حلو ان انت سالتي، لازم نسال على السيستميك سيمتومز. تمام، اللي هي ايه؟ هندور على ايه؟ هندور على جي اي تي و رينال. تمام، وروماتيك بينز او يعني جوينت بين، جوينت او ارثرالجي يعني ارثرالجيا، وابدومينال ويورينري. تمام، اليورينري قد هي ما تلاحظش حاجه في البدايات كده. اوكي، بس احنا هنعمل حاجه عشان نستدل هل في حاجه في المشكله ولا لا. ايه هي؟ وات ار يوريناليسز بالظبط كده. اوكي، يوريناليسز لو لقينا فيه هيماتوريا تمام، يبقى احنا كده ايه بنتكلم على في رينال افكشن. تمام، وهنعمل طبعا اكيد ليفر ورينال فانكشنز. اوكي، يبقى هنعمل رينال اهم حاجه، ممكن نعمل ليفر كمان، وهنعمل معاها ايه كمان؟ اي اس ار طبعا هيبقى عالي، ولا انتوا تتوقعوا ايه؟ طب نفكر في ايه تاني؟ يعني نسالها على ايه تاني؟ طيب ماشي، لو لو هي بتقول عندها كوليكس، في كوليكس، فاحنا ممكن نعمل ابدومينال الترا ساوند، او سمبلي الاسهل نعمل ستول اناليسيس. صح كده؟ لو في برضو ايه؟
اوكل بلاد، لا اوكل بلاد انستول، اوكي يبقى كده معاها برضو ايه جي اي تي افكشن، بس يعني ده سامبلي. هنعمل ستول اند يورين اناليسز وكده، احنا ايه شفنا الابدو بتاع الجي اي تي والكيدني، وهنعمل الاي اس ار. بس في حاجه برضو يعني في الطفله الصغيره زي كده، وانتوا فكرتوا في الهنكشن لاين المفروض تتعمل، او سؤال يتسال ال ستريبتوكوكال انفكشن. يبقى نفكر نسالها الاول، هل حصل upper respiratory tract infection في الفتره قبل ما تظهر لها الراش دي ولا لا؟ مهم جدا السؤال ده، مهم جدا. اوكي which was positive، العيانه دي اصلا ها عندها روماتيك بينز بتيجي وتروح، وكان عندها كاردياك بروبلم، وبتاخد لونج اكتنج بنسلين بالمناسبه، قعدت تاخده سنين وبعدين وقفت، وبعد ما وقفت رجع تاني ستريبتوكوكال انفكشن الكاردياك بروبلم وظهرت السكن ايربشن دي. تمام، فمهم ان احنا نسال، ان احنا نعرف الهيستوري بتاعها القديم وهي عندها مشكله دلوقتي ولا لا. تمام، يعني هي كانت عندها ستريبتوكوكال انفكشن وحصل معاه كاردياك روماتيك هارت ديزيز، وكانت بتاخد لونج اكتنج بنسلين فتره ثم وقفه، باباها وقف العلاج فتره ثم رجع لها الراش ده، فاحنا قلنا له هيرجع تاني ياخد اللونج اكتنج بنسلين. فلما تفكر لازم تعمل لها الاي اس او تي، اي اس او تي الانستريبتولايسين او تتر. تمام، فاحنا ايه الكلينيكال ديفرنشال دايجنوزز، هو يا هينوكشن لاين يا دراج اندوست فاسكولايتس يعني. تمام، بما انها كان عندها ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن and she took او she had systemic antibiotic وخدت حاجه عشان تنزل الحراره، فاحنا ممكن نفكر في drug induced vasculitis. ماشي، justified يعني. طيب ايه اللي مش justified في موضوع ال drug induced vasculitis؟ ان احنا عندنا systemic manifestations. تمام، يعني systemic manifestations اللي هي ال GIT وال urinary problem اللي هي احنا لما نيجي نعمل lab هو اللي هيخلينا نexclude the drug induced vasculitis ونستريتش او نأتاتش للايه الفيرست ايه دايجنوز اللي هو الهينوكشن لاين. الانفستيجيشن زي ما احنا قلنا عملنا لها الاي او سي الانستريبتولايسين او تايتر وطلع عالي زي ما انتم شايفين، وعملنا لها اليوري اناليسيز وطلع عندها ار بي سيز بعدد كبير او زي ما احنا شايفين، وباس سيلز كمان. تمام، فاحنا هنفكر ايه في زي ما قلنا الهينوكشن لاين بيربرا، وكان في elevated renal function test بس انا مش يعني ما صورناش التحليل يعني. اوكي، فالباثولوجي بتاعنا اوكي ايه بقى اللي احنا شايفينه هنا؟ في fibrin deposition زي ما انتم شايفين اللي هي الاريا دي اللي هي لونها reddish دي around the blood vessel. تمام، وفي extravasated neutrophils RBCs ونيوتروفيز، يعني في extravasated RBCs وفي نيوتروفيز. نيوتروفيز نعرفها ازاي؟ من الدست الصغير ده. اوكي، الدست اللي احنا شايفينه ده ده نيوتروفيز. اوكي، طيب يبقى احنا بنتكلم على فاسكولايتس خلاص ديفينتلي. ايه عشان نميزه بقى، احنا طبعا الاي جي اي ديبوزيت اراوند بلاد فيسز مع الايه الهينكشن لاين بيربرا، فهنلاقي في اي جي اي ديبوزيت يبقى احنا عندنا الهينكشن لاين بيربرا. خلاص، طبعا عارفين التريتمنت بتاعها ايه، يعني ما فيش داعي ان احنا نتكلم على التريتمنت. اتفضل اللي عايز يسال. ماشي، بس دي اكتر بتيجي في الميلز. تمام، بتيجي على الجينيتلز وبتيجي في الميلز، وبيبقى ما فيش معاها سيستميك مانيفيستاشنز، هي بتبقى سكين بس. تمام، يعني خلي بالك من الحته دي. اكيوت هيموراجيك ها اوف انفانسي فاميليال ميديترينيان فيفر، هل هيبقى معاها فاسكولايتس بالبابل بيربرا؟ لا، تاكد معهاش. اوكي، ما بيبقاش معاها. اوكي، طيب هي هيبقى معاها ارتكاريال يعني ويلز ارتكاريال ليجن. ماشي، وفيفر ريكارنت فيفر، احنا بنتكلم على سكه تانية خالص. تمام، فاحنا دلوقتي بنتكلم على فاسكولايتس، احنا لقينا عندنا بالبابل بيربرا، بالبابل بيربرا فاسكولايتس، احنا بندور ايه النوع الفاسكولايتس اللي عندها، مش هنحطها في حاجه تانية، مش كاتيجوري تاني، هي فاسكولايتس. تمام كده، اوكي، بس احنا بنقول يا ترى induced by drugs اللي هي اخدتها ولا هي هينوكشن لاين. تمام، وحد قال لي الاكيوت ايه هيموراجيك ديزيز اوف انفانسي، بس ده عاده بيجي قبل سن، قبل سنه يعني في السنه الاولانيه، مش ثلاث سنين زي ما انت قلت يعني، واكتر في الميلز،
والليجنز بتبقى اجريسيف قوي على السكين، ايوه بس، وبتبقى روزيتي لايك شويه وسكروتال اديما، بس ما فيش معاها سيستميك سيمتومز خالص. اوكي، يعني لا في جي اي تي بقى ولا في رينال ولا في اي حاجه، هو بس السكين بس بيبقى دراماتيك شويه. يعني يا دكتور في حاله زي كده نقول حاجات كتير كديفرنشال، ولا كفايه الحاجات القريبه زي مثلا دراج انديوس وخلاص؟ والله لو حد الاكيوت، الاكيوت هيموراجيك لا ما تقوليهاش عشان ما تدخليش، يعني انت اللي هيقول لي فاميليال ميديترينيان فيفر هزعل منه. تمام، اه هتدخل بقى في سكه بقى الايه، انت حر بقى، دخلت بقى في البريودك فيفر سيندرومز ومش هتطلع منها، ماشي؟ هتدخل في سكه مش هتطلع منها. اوكي، فانت خليك سنسبل في الكلام اللي تقوله، وبرضه لما تحط ديفرنشال حط الحاجه اللي انت هتعرف تجاوب عليها، ما تدخلش نفسك في سكه مش هتعرف تجاوب فيها. وبعدين سؤال برضو، حاجه مهمه قوي، ان انت ما تقولش لما يجي حد يسالك في حاجه يقول لك ايه المانيفستيشن بتاع حاجه، تقول اربعه ثلاثه خمسه خلاص عدهم، ماشي؟ ما تقولش رقم، ما تقولش رقم، ما تستنصحش، انت اللي فاكره قوله، اللي ربنا يفتح عليك بيه قوله، بس ما تعملش نفسك ناس تقول خمسه خمسه، قولهم بقى ايه الخمسه وانا قاعد لك بقى لغايه ما اسمع الخمسه. ها، حلقه كوميديه شويه. ها والله بصي، لازم تحطي السبب، اه، لان هو انت المفروض ان انت مش هتوصلي للدايجنوزز الا لما تعملي لاب، صح كده؟ وانت ما عملتيش اللاب، اللاب مش معاكي، هو مش هيديكي اللاب، تمام؟ فانت مش هتبقي عندك حاجه ديفينت، ولو انت حطيتي حاجه واحده بس هيقول لك طب انت عرفتي ازاي؟ انت اللي عملتي بايبسي، انا بوريكي دلوقتي الحاجه لان انا معايا الداتا بتاعتها. انت في الامتحان مش هيبقى معاكي حاجه غير العيان والهيستوري بس. فلازم في الحالة دي يا دكتورة غادة، مش الكرايتيريا بتاعتها بلبك والفيربرا بلس الكرايتيريا واحدة، وهي موجودة عندها أرثرالجيا، فيها كده تشخصها حتى من غير لاب، ولا لازم برضه تكملي اللاب؟ لا، المفروض ان انت لازم هتكملي اللاب، لازم، اصل الفاسكولايتس لا برضو لازم تحطي ديفرنشال، ما دام تقدري تحطي حاجة تانية حطيها، تمام؟ وبعدين اكسكلودد بقى بتقولي له احنا هنستبعدها عشان كذا، تمام؟ الا بقى لو حاجه يعني مثلا خلاص انت يعني اريثيما، حتى الاريثيما مالتي فورمي برضو، ولا الجرانلوما انيولار ممكن تتحط معاها، انيولار ساركويدوزز ممكن يتحط معاها حاجات كتير، يعني ما ينفعش ان انت تحط حاجه واحده كده وخلاص، يعني انت خلاص راجل واثق قوي في نفسك، اذا كان لغايه دلوقتي الواحد في سن ده، طيب ما انا بقول لك الواحد لغايه دلوقتي ما بتحطيش حاجه وتسكتي، لازم نحط ديفرنشال، تمام؟ خليك ايه يعني سنسبل كده، بس ما تحطش حاجه ما يعني مش صح او مش ماشيه، وما تحطش حاجه مش هتعرف ترد عليها، دي برضو ذكاء منك ان انت ايه، ما تحطش يعني ما تحطش حاجه هتورطك او هتدخلك في سكه مش هتعرف تكمل فيها، تمام؟ طيب الحاله الثالثه بقى، عشان بس احنا ايه البتاع قرب يفصل واحنا لسه عندنا حالات كتير، انا برضو جبتها لكم قبل كده، 45 years old female، الكونديشن started 4 years، الليجنز جاية هي على زي ما شفنا في الفيس وفي النك وفي السكالب وفي الايه ليفت ارم. تاني حد بقى يوصف لنا الليجنز اللي احنا شايفينها دي، برضو حالة من الحالات الحلوة قوي للامتحان. بالظبط، في اتروفي، في اتروفيك ايه ارياز، وفي ايه لوس اوف فات باين قوي هنا اهو، الناحيه دي عن الناحيه دي، صح كده؟ وهنا في ايه دي؟ نوديوز وبلاكس، دي الايرلي، ده الايرلي ليجن، ده الثانيه دي الايه الاند ريزلت، دي الايرلي ليجنز دي، تمام؟ لسه باديه تطلع اهي، دي الكات كده الاول، وفي واحده اهي نيو ليجن هنا لسه طالعه، السكالب شايفين في ايه؟ سيكاتريشال الوبيشيا، بالظبط، بولد اريا، اتروفيك اريا، ودي برضو نيو ليجنز طالعه في الايه في الليفت ارم، هي بتبتدي كده. نوصف بقى الليجن اللي احنا قدامنا دي، واسيبكم الحته السكارنج. اريثيماتس بلاكس، تمام؟ احنا لو حسيناها هنلاقيها شويه سبكتينيوس، لان في شايفين الليجنز اللي هنا دي في نوديولز كده، نوديولز سبكتينيوس نوديولز، اوكي، وفي بلاكس كمان، يعني نوديولز وبلاكس سبكتينيوس وليفينج بيهايند ايه اتروفيك ارياز وذ لوس اوف فات، تمام؟ طيب ايه اللي هنفكر فيه بقى هنا؟ طيب او
سبكتينيا ساركيدوز، برافو. ها سبكتينيا مورفي، ها برافو. او بيري رومبرج بالظبط كده. البيري رومبرج ليه؟ لانها جايه في وان سايد، لو انتوا خدتوا بالكم كلها جايه في الليفت سايد، تمام. فدي تتحط في الاول، انا اول حاجه فكرنا فيها لما شفتها. وحطيت ال اي بانيكيولايتس سبكتينيوس ساركيدوزز سبكتينيوس جرانيولوما انيولار، بقى حط كل اللي انت عايزه هنا في السكه دي، اوكي. انها مهم انها تكون في البانيكولار اريا، في سبكتينيوس اريا، تمام. طيب ما هو ده اللي كان اجينست، بس هي عاده بتيجي في اصغر، مش هتيجي في السن الكبير ده من البدايه، بس هي اصلا كان بقالها فتره عندها، اوكي. طيب ايه الانفستيجيشنز اللي انت هتطلبها عشان تشخص حالة زي كده؟ تمام. لا الاول خلينا في سامبل، انت دلوقتي في الكلينيك وعندك عندنا المعمل في ايه؟ عندنا المعمل في الحوض المرصود في ايه؟ تمام، سي بي سي واي اس ار هاي ويوري اناليسز، برافو. الحاجات دي كلها انت هتحتاجيها، ورينال فانكشنز مثلا، اوكي، ليفر فانكشنز، الحاجات دي كلها هتلاقيها، وهتلاقيها سهله ان انت تجيبيها وتديكي ايه كلو. ايه الكلو اللي احنا نتوقعه هنا؟ اكيد طبعا، اكيد، تمام. لا لسه ما عملناش انتي نيوكلير انتي بادي، بس عملنا الاي اس ار قلنا، وعملنا السي بي سي والليفر والرينال بالظبط. بس ال اي بانيكيولايتس على فكره عاده ممكن تيجي مع الايه الديسكويد، وممكن تيجي مع السب اكيوت، تمام، نادرا ما بتيجي مع السيستميك. ما انا عايزه اوقعك عشان تقولي الجمله دي، تمام. هي عاده بتيجي مع الديسكويد ال اي او سب اكيوت، بس غالبا ديسكويد كمان، ده نادرا ما تلاقيها مع السيستميك، والبروجنوزس بتاعها جود على فكره، يعني ممكن ما تلاقيش سيستميك افكشن، او ما تبقاش الرينال افكشن واضحه قوي، تمام كده. anyway احنا عملنا السي بي سي كان فيه بانسايتوبينيا والاليفيتد اي اس ار، وكان فيه بوزيتيف انتي نيوكلير انتي بادي، بس الدبل ستراندد كان نيجاتيف. وطبعا البايوبسي مهم جدا ان احنا نعملها، لقينا فيه اتروفي في الابيدرمس، ولقينا الليمفوسيتيك انفلتريت اجريجيتس اراوند ذا لوبيولز، اوكي، اراوند فات لوبيولز. وبعد كده بيحصل ديستراكشن بقى للفات في الارياز اللي بيبقى فيها افكشن، تمام. الدايجنوز الاي بانيكولايتس. طب التريتمنت كده بسرعه هنعمل لها ايه دي؟ هي لسه اكتف، خلوا بالكم ان كان في اكتف ليجنز، لو هي بس الاتروفي اللي كان موجود في الفيس ومفيش الاكتف ليجنز، مش هنعمل حاجه غير بقى ايه، نوديها لحد جراح تجميل يحط لها شويه ايه سبكتينيوس فات، ولا نعمل لها فيلر، ولا اي كلام من ده. انما لو هي لسه اكتف ينفع ان انا اعمل لها حاجه من دي؟ طبعا لا. وعلى فكره الفات انجكشن في حاله زي كده مش هيبقى جود، لان هي طالما عندها الاي بانيكيولايتس وكل شويه بيحصل له ري اكتيفيشن، انت كده ممكن تدخلها تاني ان انت ما تحقن فات انه يحصل ايه تاني بانيكيولايتس فيه، يعني انت هتعمل لها ايه اكتيفيشن اكتر يعني انت كده هتسبب لها مشكله اكتر، المفروض ان انت ما تحقنش فات، اوكي. يعني لو الخيار اللي ممكن نختاره في حاله زي كده الافضل انها تحقن فيلر عن انها تحقن فات، تمام، ده حاجة. بس هي أصلا أكتف، لا هيحقن ده ولا نحقن ده، هنعمل إيه بقى؟ برافو، سيستميك أنتي ملاريال وإنترا ليجنال ستيرويد إنجكشن بالظبط كده، لكل الأكتف ليجنز اللي موجودة عندك لغاية ما كلها تعمل سكارينج تحصل الباقيين، تمام كده. وندي سيستميك إيه أنتي ملاريال، وطبعا إيه توبيكال سان سكرين، تمام، برافو. طيب الكيس اللي ورا دي، البيشنت ده 16 years old presented with those lesions almost 1 year duration، كان بقاله سنة. بقية الليجنز نشوفها كلها مرة واحدة، شوف العيان كله وبعدين نتكلم. شوفه كله وبعدين نبتدي تاني. حد يوصف لنا بقى الليجنز؟ دي ايه دي؟ في حد مي التليفون بتاعك او الصوت بتاعك بيقطع. مع ان هي نادرة لما تبقى مرتبطة بتستمت له، بس مش هي المفروض حاجة في الجلد بس؟ اللي هي ايه؟ معلش انت بتقولي انا ما سمعتش حاجة لان الصوت بيقطع. تقولي ايه يا مي؟ ليه بطلب سي
طيب اوكي اوكي ماشي، بس طيب ماشي اوكي، بس انت لو طلبتيهم يعني مش هتخسري حاجه، ما انت دلوقتي لسه حد قال لي سيستميك، فاحنا بنقول لا ماشي اوكي. وبعدين الديسكويد ال اي مش بارت من السيستميك ال اي، صح ولا لا؟ فانت لو طلبتيهم هتبقي جاستيفايد، مش غلطانه يعني. وبعدين انت لازم هتطلبيهم عشان العلاج، انت كده كده لازم هتطلبيهم قبل ما تبتدي العلاج، صح؟ لو هتبتديها ميثوتريكسيت لازم تعملي سي بي سي الاول، اوكي. والاي اس ار اه هيطلع عالي، بس افرضي ان انا شاكك، انا مش متاكد انها كونكتيف تيشو ديزيز، ما الاي اس ار ده يعني حاجه يعني هتديكي كلو، تمام؟ طيب يعني انت بتسالي على الحاله اللي فاتت، طب خلينا في الحاله دي بقى. ها لا قولي بقى، انت هتهربي ليه؟ كملي يا مي. دكتوره مي اختفت. تمام برافو، في السان اكسبوزد اريا، برافو، لانها هي جايه كمان هنا على الدورس اوف ذا هاندز والفور ارم. ماشي اوكي ها، يعني هي في الفوتو اكسبوزد ارياز، تمام. وفيها ايه تاني؟ فيها ايه؟ اه الحاله دي اه بيزيد في الصيف عن الشتاء. طيب هو كان بيشتكي اكتر ان الصيف بيتعب فيه اكتر من الشتاء. لا احنا مش عايزين نوصل دايجنوزز، اوصفي لي الاول الليجن. ها اوصفي لي الليجنز دي ايه؟ دي مالر اريا اللي هو ايه ده اسمه ايه، مالر راش، تمام. طيب وفي ايه هنا كمان؟ اريثيماتس بلاكس موجوده على الايه، فور هيد، الاريز اللي هي الاكسبوز للصن، على الايرز اللي هنا دي فيها ايه؟ لا فيزيكال، لا مفيش فيزيكالز، في كراستيشنز اه، في سكيلز اه، تمام، في اتروفي كمان، في اتروفي اهي، شايفه الاتروفي اللي هنا ده واضح قوي، سكين اتروفي اللي حاصل هنا، تمام، واضح، وواضح في الاير دي، والاير دي واحده من السبيسيفيك ارياز بتاعه حاجه معينه لازم ندور عليها دايما. ديسكويد ال ايه لازم ندور في الايرز، لازم ندور في الايرز، ماشي. طيب هنا كمان عندنا اريثيما واخده الدورسال اوف ذا هاند والفور ارم في السان اكسبوزد اريا، وفي اريثيما كمان في المالر اريا، تمام، سوري قصدي في البالم، بالمر اريثيما، معلش اوكي، في على الباك كمان الليجنز اللي موجوده دي، على الشست الفي شيبد اريا، او يعني الاكسبوزد اريا اكتر من الايه، من الهيدن اريا، مش الابدومين بس الابر تشست، جاي على الثايز كمان، السكالب في ايه برضو، الوبيشيا، في سكاتريشال الوبيشيا، تمام، اريا اوف سكاتريشال الوبيشيا، يعني ديسكويد ال اي لايك ليجنز بالظبط كده. فاحنا عندنا في السان اكسبوزد ارياز، في المرر اريا، وفي الفور هيد، وفي عندنا في الايرز، في عندنا في السكالب، وعلى الدورس اوف ذا هاندز، والبالم، الباك، التشست، الثايز، الاثنين على فكره، تمام. ها نفكر في ايه بقى؟ او سيستميك ال اي، يعني ديسيمينيتد ديسكويد او سيستميك بقى، تمام. لا سب اكيوت، لا هقول لا، ليه بقى؟ حد يرد عليه بالظبط كده، يا بتبقى انيولر يا بولي سايكليك ليجنز، اوكي. هو مين عشان نكلمه؟ سكت خلاص. طيب اوكي اوكي، فيبقى احنا عندنا ايه؟ قلنا ان احنا عندنا ديسكويد ال اي ليجنز، عندنا فوتو سنسيتيفيتي او فوق في المالر اريا، وعندنا الليجنز اللي هي سيكاتريشال الوبيشيا بتاعه الديسكويد ال اي، تمام. مفيش هو، معلش نجيب الوش بتاعه تاني، مفيش الايه، اللوبس هير اللي موجود في الفرونت، تمام، اللي احنا بنشوفه عاده في الفرونتال اريا ده، تمام. الايج بتاعه والسكس يخلينا برضو شوية يعني ما نحطش السيستميك الاي كفيرست برايورتي، ماشي، عشان هو ميل وعشان سنه صغير شوية عن الايه
الايج اللي بيطلع فيه العشرينات يعني، تمام. بس الليجنز اللي موجوده كلها ديسكويد ال اي لايك ليجنز او ديسكويد ال اي ليجنز، مش لايك. وعندنا المرا الراش، وفي زي ما انتوا قلتوا في الفوتو اكسبوز والفوتو هيدن ارياز، في اريثيما وفي راش، تمام. طيب نفكر في ايه بقى؟ انتوا قلتوا جنرالايزد ديسميناتس. لا مش اتش، تمام. بس هو بيتعب قوي لما يطلع في الشمس. لا لايكن بعيده قوي، بعيده قوي يا دكتور ابراهيم. ماشي، اللي هو الايه راولز يعني، تمام. بس ده بيبقى معاه ايه؟ بيبقى اي ام، سوري، يبقى اي ام مع ال اي، اوكي. والتانيه هيبقى معاها ايه؟ اورال ليجن. لازم هيبقى فيه اورال ليجنز. بالمناسبه هو عنده اورال ليجنز بس انا ما صورتهاش، اوكي. هو عنده اورال ليجنز، بيبقى موجود في الديسكويد. بالظبط كده، ممكن يجي في الديسكويد، اوكي. مش حاجه سبيسيفيك، بس هو كان عنده اورال ليجنز، تمام. كانت بتروح وتيجي. اوكي، يبقى احنا عندنا دلوقتي، احنا قلنا جنرالايز ديسكويد الاي او سيستميك الاي. ودايما لما تحط ديسكويد فكر في السيستميك، لما تلاقي عندك ديسكويد الاي فكر في السيستميك، خاصه لو كانت اكستنسيف كده، اوكي. ها، لا ما بيقلبش، ما بيقلبش. هو اصلا 5% من الحالات اللي بتبقى ديسكويد ال اي بتبقى في البدايه من الاول سيستميك ال اي، بس باديه بالديسكويد. مش هي وان اوف ذا مانيفستيشنز؟ حكايه يقلب دي انسيها خالص، تمام. ما هو بيقلبش، بس هو ممكن من البدايه اصلا وان اوف ذا مانيفستيشن كونتينوس مانيفستيشنز اوف سيستميك ال اي البريزنس اوف ديسكويد ال اي، تمام كده. طيب اللايكن بلانس، اللايكن بلانس انا مش معاه، لان الليجنز دي مش شكل اللايكن بلانس، مش بوليجونال ومش ديسكريت، ومش منظرها، مش المنظر بتاع الايه الفايليشيوس بابيلز اللي بتبقى موجوده اكتر فين؟ في على الفلكسورز، دي جايه على الاكستنسورز، تمام. فمش المنظر بتاع سكندري ستيج اوف سيفلس. طيب السكندري ستيج اوف سيفلس هيبقى شكله ايه؟ هو ممكن ياخد اي شكل، ماشي. بس طيب احنا خلينا نرجع تاني نشوف البالم، تمام. هنلاقي فيه اريثيما، اوكي، بس مش تريزي فورم ايربشن، اوكي. بالاضافه ان انت لو بصيت على الدورسه، معلش الدورسه اوف ذا هاند اللي قبليها كده، هتلاقي الاريثيما نفسها موجوده هنا برضو، تمام. هي طبعا ممكن تدي سورايسي فورم السكند ستيج اوف سيفلس، بس هيبقى معاها ايه؟ جنرالايز ليمفادينوباثي، صح كده. هو ما كانش عنده جنرالايز ليمفادينوباثي، دي نمبر 1. نمبر 2، لازم هيبقى في هيستوري اوف ايه بقى اللي قال لي السيفلس اوف شانكر، يعني هيكون لسه قريب مش بعيد، لان السكند ستيج دي بتيجي بعد قد ايه؟ بعد لا بعد شهر تقريبا يعني، تمام، 90 يوم تقريبا او 3 شهور، من شهر لثلاث شهور. فاحنا بنتكلم على حاجه هتكون لسه فاكرها ان كان في عنده ألسر، هيكون في اصلا سكار لسه موجود مكان الألسر اللي هيلد، تمام. فدي لازم هندور عليها، يعني نشوف الجينيتالز لو فيها سكارينج او لسه ليجن، يعني ما عملش كومبليت هيلينج، يبقى احنا كده بنتكلم على ايه؟ سيفلس، زي ما انت بتقول. ولازم يبقى فيه جنرالايز ليمفادينوباثي، لان ده سيستميك ديزيز حصل اصلا، يعني البلاد بقى فيه ايه؟ سبايروكيت. فاحنا الكلام ده ايه؟ مش وارد هنا، تمام. طيب بس يعني ماشي، لو قلت كده هندخل معاك بقى في السكه دي، ونقول لك طب ايه الانفستيجيشنز هتعملها؟ طب سالته على السيكشوال هيستوري، طيب بصيت على الجينيتالز، طيب لقيت ايه كده يعني، تمام. اوكي، يعني التفكير سيستميك او ديسكويد ديسيمينيتد. طبعا الدرماتومايسايتس هو كان عنده شويه ماسل ويكنس، هو ده اللي خلاني حطيتها. والميكسد كونكتيف تيشو ديزيز برضو يعني يتحط. كنت عايز اسال على ايه؟ حد كان عايز يسال على ايه؟ هي في اريثيما اكتر في الهانز والترانك، بس في ديسكويد ال اي لايكلي، ديسكويد ال اي ليجنز موجوده على الفيس وعلى الايرز وفي السكالب، تمام. سام اوف ذا ليجنز يعني ما هي زميلتك اللي قالت، مش هنقول اللي كان عند الترانك. بالظبط. لا وبعدين هنا كان في ليجنز هنا على الباك، يعني في ليجنز على الباك هنا برضو تمشي زي دي مثلا، ودي لو احنا قربنا منهم بس مش مقرب، تمشي ديسكويد، مش بس كلها اريثيما عاديه، اوكي. يعني في ده اريثيما، والاريثيما بتاعه الايه السيستميك اللي ايه اكتر،
بس هو الايج والسكس مش ماشي معاها قوي. طيب احنا هنفكر الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي كلها هنعمل ايه، ايه الانفستيجيشنز اللي هنفكر اللي نعملها عشان نتأكد. انتي نيوكلير انتي بودي. طب الاول واحد واحد، هنعمل اي اس ار وهيطلع عالي تمام، وهنعمل سي بي سي، وايه تاني؟ يوري اناليسز، برافو. وهنعمل ايه عشان ندور على ايه في اليوري اناليسز؟ بروتينوريا، بروتينوريا. وهنعمل رينال وليفر تمام كده، وبعدين نبعته بقى يعمل ايه، دبل ستراندد مثلا او انتي سميث، حاجه سبيسيفيك شويه. طيب هو احنا عملنا له سي بي كي طلع نورمال تمام، والانتي دبل ستراند دي ان اي طلع اكويفوكال، اما عدناه تاني على الحقيقه طلع بوزيتيف، وطبعا السيرم انتي نيوكلير انتي بادي طلع بوزيتيف. يعني الدبل ستراند لما اتعاد هو طلع الاول اكويفوكال، لما اتعاد في المره اللي وراها طلع بوزيتيف، والال اي سيلز كانت بوزيتيف، فهي كانت سيستميك، حاله كانت سيستميك ال اي الحقيقه يعني، بس ايه الايدج والسكس مش ماشيين قوي تمام. فانت توقع كل حاجه دايما ماشي، الجلديه دي ملهاش كبير. طيب هو اكيد انت اولا هتديله سيستميك ستيرويد مع سيستميك انتي مالاريال تمام، والدوز بتاعته، وهو على فكره مشي مع حد اميونولوجي لانه كان متابع مع التامين، هو جالي انا العياده الحقيقه وانا كنت ماشيه على سيستميك ستيرويد واديته معاه ميثوتريكسيت. اه بالظبط كده، واديته معاها بتاع ده انتي مالاريال، بس هو زود له المايكوفينوليت موفيتيل وكان بيديله من التامين، فوقفنا الميثوتريكسيت وكمل بالمايكوفينوليت موفيتيل مع السيستميك ستيرويد تمام. وقعد فتره يتابع، وبعد كده كان بيحصل له اكسسوربيشنز في الصيف ويخف شويه في الشتاء ويرجع يتبهدل تاني في الصيف، وهو الولد كان زهق بقى يعني من كتر الايه البهدله اللي اتبهدلها، حرام. اه وبعدين بعد كده اختفى بقى، معرفش راح فين يعني، حتى ايه كنت بخلي ويكمل على انتي مالاريال بالظبط كده. وهنديله طبعا على طول، لا هو بصي لو احنا خلاص عملنا كنترول، هو الحقيقه هي وازنت كنترول، وهو الولد كمان كان شويه ريزيستنت للتريتمنت لانه صغير وعايز يلعب وعايز يروح. طيب آه لازم الاول هياخد الاستيرويد لغايه ما يبقى فيه كنترول للديزيز اوكي، واللي على الاقل هيطلع الانتي نيوكلير انتي بادي يطلع نيجاتيف، والاي اس ار ينزل اوكي عشان الاكتيفيتي تبقى ايه قلت، وانت اتاكدت ان الدنيا اتظبطت. وبعد كده ممكن تعتمد بس على الانتي مالاريال مع الايه المايكوفينوليت موفيتيل او الميثوتريكسيت وات ايفر، يعني الحاجه اللي هو هيمشي عليها مع المتابعه، بس هو مش هيوقف علاج لان ده حاجه هتبقى كونتينيوس معاه. وطبعا لازم يتابع مع حد رينال. الميثوتريكسيت هنا عشان هي هايبرتروفيك ليجنز شويه هيبقى افضل من الازاثايبرين. اه تمام اوكي، ناخد بقى اخر حاله عشان ها اتفضل. بعدين اه ما انت في الاول هتدي الهاي دوز اه على طول، ما انا بقول لك العلاج مش هيتوقف. ايوه بعد ما توقف الحاجات الاميونو سبريسيفز المفروض ان انت بتمشي على السيستميك ستيرويد بلو دوز على طول تمام. لحد ما اوقف يعني قبل ما اوقف يعني انا اديت الهاي دوز كورتيكوسترويد وبدات اسحبها، وانا بسحبها دخلت الايه السيتوتوكسيك دراجز، بس انا برضو الاسترويد ما بسحبوش توتالي يعني. لا ما بيسحبش توتالي، لا طبعا اه عشان الكدني. ايوه بيمشي عليه اتليست 5 مللي جرام. اه بالظبط كده ماشي. طيب الحاله الاخيره بقى يا شباب عشان بس احنا اتاخرنا قوي في الوقت. ها ايه السؤال اللي عايزه تقوليه؟ اه بيطلب عادي. مين معايا؟ وفاء. ازيك وفاء؟ اه بيطلب عادي يا وفاء. اه بيطلب عادي ماشي دي. طيب ها اخر حاله بقى، كان 55 years old، انت فاكراها دي وفاء؟ ميل بيشنت، الديوريشن بتاعته 1 يير وفارمر، بس احنا ايه هنقول الدايجنوزز اللي احنا شفناه في الاول، مالناش دعوه باللي احنا لقيناه بعد كده اوكي. يعني انا خلينا كان احنا العيان احنا بنشوفه لاول مره، وزي ما شفناه كده هنقول احنا شفنا ايه. 50 years old، لا في كذا صوره اهي. واضحه كده؟ طيب هو عنده ليجنز كانت موجوده على الفيس
تمام، وعلى ال upper limbs في الايه الفيس طبعا، يعني الاريثيما هي واضحة اعتقد، وفي السكيز باينة اهي اوكي، وعنده على ال في السكالب شوية برضو، وهنا في الايه في ال upper limb. إيه خلينا احنا نعتبر ان هو بس كده اوكي. عنده على اللور ليمب على فكره الليجز لغايه يعني اولموست لغايه النيه كان فيها اريثيما بنفس المنظر وسكيز. هو ما اداش هيستوري اوف سورايسيس ماشي. اكشوالي احنا سالناه وقال ان this is the first time he noticed الايربشن ده كان 1 year ago. تمام كده، يعني according للهيستوري بتاعه ان هو he didn't has any skin disease before وكان 1 year بس اوكي. هنفكر في ايه بالصور اللي قدامنا دي، ان هو عيان عنده الليجنز دي. الاول اوصفوا لي الليجن دي عامله ازاي. ديفيوز اريثيما، اريثيماتس بلاكس، برافو تمام، وبالمو بلانتر كيراتوديرما تمام، حلو قوي تمام، سب انجل هايبر كيراتوزس تمام. يعني لا هو مش سب انجل هايبر كيراتوزس قوي، يعني هو مش هنا ما فيش بس كان في بيتنج وسترايشنز. ايه لا لا الدجس الدجس لا مش سوسج شيب، لا مش سوسج شيب لا. لا هو راجل فلاح في حجم ايده كبير شوي، ما تقارنيهوش بايدك يعني اوكي ماشي اوكي. طيب هو ده اللي فكرنا فيه فعلا اكشوالي لما شفناه اول مره، ان هو فارمر وان هو بيطلع في الشمس فترات طويله تمام، واكيد بيتعرض برضو لكيميكالز وحاجات زي كده. بس يعني فاحنا حطينا ممكن يكون حاجه من اللي هو فوتو، يعني اللي هو اللي بنسميه ايه كرونيك اكتينيك. ثاني بس احنا بنقول بس اللي افكتد الفيس والابر ليمبس والبارت الفوتو اكسبوز ايريز الفي شيبد اريا من الشست والترانك كان مور اور ليس ساعتها فري اوكي. وبعد كده جيب اريثروديرما تمام، جيب اريثروديرما كومبليت. بس خلينا نتكلم على قد الصوره اللي احنا شايفينها وبعد كده احكي لكم قصته. بصي احنا هنحط كل حاجه، استني بس هنحط كل حاجه بتعمل اريثروديرما في الادلت اوكي. الاول احنا هنقول انها جايه في الفوتو اكسبوزد ارياز، يبقى المفروض البي ار بي بتبتدي فعلا بتبتدي الاول في الهيدن نيك وبعد كده بتبقى ايه بتيجي على الترانك، يعني بتبتدي ايه كفالك وبعدين تقلب كودل تمام. فهي ممكن لو احنا ابتدينا هيدن نيك وبعدين بعد كده تيجي على الايه على الـ على الترانك ممكن تبقى بي ار بي واي نوت، وممكن تبقى سيبوريك ديرماتايتس برضو واي نوت. انت شايف السكيلز اللي موجوده على الـ على الـ على الاي براوز دي تخليك تفكر برضو، وكان في برضو سكيلي سكالب على فكره تمام. نفكر في الايه ماشي، ونفكر برضو في السيبوريك ديرماتايس الاريثروديرمك ونفكر في السورايسز ها. بس اللي هو قاله ان هو ما كانش فيه اتاكس قبل كده خلتنا استبعدنا السورايسز وقتها تمام. هي اتفاجئنا بعد كده ان هو كان ايه سورياتيك، يعني لما خد يعني كان في شويه قصص كده اوكي. anyway احنا بنتكلم على اللي احنا شايفينه اللي هنفكر فيه في الوضع ده، ان هي جايه في الفوتو اكسبوزد ارياز. اكتر حاجه هنفكر فيها الكرونيك اكتينيك درماتايتس الحقيقه يعني تمام. ما هي كانت اتشي، كانت اتشي جدا، كانت اتشي جدا ها تمام. والكرونيك اكتينيك درماتايتس من الحاجات اللي هي بنعتبرها ايه بري مايكوتيك ستيج للام اف تمام. هنا الو ايه يا جماعه السلام عليكم. ها الدنيا كده باينه تمام. تاني هنرجع للايه للحج ده، احنا قلنا ان الليجنز اللي لما ابتدت كانت موجوده في الفوتو اكسبوزد ارياز تمام، يعني جت في الهيدن نيك في الفي شيبد اريا، جايه على الفور ارمز والدورس اوف ذا هاندز، وجايه على اللور ليج والدورس اوف ذا فوت او الدورس اوف ذا فيت الاثنين
تمام. وهو فارمر وبيقف في الشمس كتير، ويا جماعة يا حاج ابعد عن الشمس، لا ما اقدرش، شغلي واكل عيشي. طيب هو كان عنده حاجة وخمسين سنة، اوكي، والليجنز كان بقالها 1 year. تمام، زي ما احنا شايفين في سكيل، في سكيلنس في الـ في الافكتد اريا، وفي سكيل سكالب. تمام، النيل ما فيش فيه حاجة سبيسيفيك اكتر من ان هو في سترايشن. تمام، ما فيش شادنج يعني في النيل عشان نقول سيزاري ولا كده، اوكي. وفي نفس الوقت ما كانش فيه ليمفادينوباثي، ما كانش فيه ليمفادينوباثي ات تايم اوف اكزامينيشن خالص. الليجنز اللي كانت موجوده كلها، هو احنا طبعا خدنا هيستوري منه، انت جات لك قبل كده اي اتاكس اوف اي سكين ديزيز، اي ليجنز كانت موجوده على النيز الالبوز مش عارف ايه، لا لا لا، اوكي. which revealed later on ان هو فعلا كانت الفيرست اتاك الموضوع ده، اوكي. وبعد كده لما جالنا في المرات اللي، بس الصور التانية بقى مش معايا الحقيقة، هو جه بعد كده تقريبا واخد الجسم كله، بس سيفينج ارياز كده من السكن، اوكي، اللي خلانا برضو فكرنا انها تكون ايه، ام اف اكتر، وان الليجن دي كانت كرونيك اكتينيك ديرماتيتس، لان هو راح وجه كذا مره على فترات متباعده، يعني شهور يروح يغيب مثلا ويجي كمان اسبوعين ثلاثه، او يروح يغيب لانه من الصعيد ويرجع كمان شهر او شهرين كده، يعني كل مره بصوره مختلفه. فلو احنا فكرنا بالمنظر اللي قدامنا ده في ديفرنشال دايجنوزز، هنفكر في ايه؟ اول حاجه كرونيك اكتينيك ديرماتيتس، محدش هيقدر يقول لك لا، لانها جايه في الفوتو اكسبوزد ارياز، لانها جايه في واحد شغلته ان هو فارمر بيشتغل على طول في الشمس، لانها اتشي. تمام، بالمناسبه الاريثروديرما دايما هتبقى سكيلي، فحكايه السكيلنس دي مش هتديك اي امبريشن لاي حاجه. وبرده حتى لو هي اكزيما يعني سيبوريك درماتيتس، ما هيبقى معاها برده سترايشن وباتينج في النيلز، وده مش حاجه سبيسيفيك لاي حاجه برده، اوكي. ما كانش معاها سب انجلر هايبر كيراتوزس، بالمناسبه احنا شايفين النيلز اهي، اوكي. فلو حطيت سيبوريك درماتيتس مش هنقول لا، لو حطيت سورايسز اريثروديرمك سورايسز مش هنقول لا، لو حطينا بي ار بي الادلت اونست بي ار بي مش هنقول لا، خاصه زي ما قلنا الاريثروديرما لما جت كان في ارياز ايلاندز اوف نورمال سكين في النص، فتمشي مع البي ار بي الادلت اونست، اوكي. ايه تاني ممكن نفكر فيه؟ انتوا رحتوا فين؟ اختفيتوا فين يا شباب؟ دراج اندوس مثلا، اوكي، بس هو هي كليمز ان هو، او هي كليمد ان هو هي ديدنت تيك اني دراجز. طيب ماشي، هو كل الحاجات دي تتحط، وممكن حاجه انترنال مالجنسي مثلا، اوكي، يعني اي اريثروديرما ممكن برضو ما يبقى معاها انترنال مالجنسي. خلوا بالكم ان احنا بنتكلم على الاريثروديرما ان ادلت، كل الكوزز بقى بتاعت الاريثروديرما ممكن تتحط. تمام، الاتوبي، اه طبعا، لو هو عنده هيستوري اوف اتوبي قبل كده، وممكن كونتاكت من الكيميكلز اللي هو بيتعامل معاها مع الكيماويات اللي بيستخدمها او كده. المهم انا عايزه افاجئكم ان هو في الاخر طلع سورايسز، يعني تمام كده. اوكي، فاني واي، يعني احنا في الاريثروديرميك ستيج احنا مش هنقدر نميز قوي الا بكذا حاجه كده. اولا لو احنا بنتكلم على بي ار بي وعملت اريثروديرما، هنميزها عن الاريثروديرميك سورايسز بالبريزنس اوف ايلاندز اوف نورمال سكن، هي والام اف الاثنين بيتميزوا بالحته دي، بينما السورايسز عاده لا، ودي مع ذلك طلعت سورايسز. تمام، ودي كانت تريكي قوي، اوكي. في الاريثروديرما عاده الهيستولوجي ما بيبقاش سبيسيفيك قوي، يعني ممكن نلاقي ابنورمال سيلز واحنا ما عندناش ام اف. تمام، ممكن لو احنا سورايسز ما يبانش في الاول، لانه هيبقى في التكنينج اللي هيحصل في الابيدورمس ممكن ما يبقاش ريجولر قوي زي بتاع السورايسز. تمام، فما يدينيش الفكره قوي يعني. وبعدين الاريثروديرما او التلانجكتيزيا اللي بتبقى موجوده برضو ما بتديكش اي امبريشن كويس. فالاريثروديرما عالجها الاول كاريثروديرما، واستنى اما تشوف اللي وراها ايه. الاريثروديرما مينلي كلها علاجها حاجه واحده، ان انت تدي يا ميثوتريكسيت يا ايه، يا ريتينويدز. الميثوتريكسيت از بريفيرد او سيستم، لا كورتيكوستيرويد بس هن ايه، ماشي اوكي، لان احنا حتى لو احنا عندنا الموضوع سورايسز وبقى اريثروديرمي مش هيبقى فيها مشكله، انت خلاص انت وصلت لاسوء حاجه، مش هتوحش عن كده. ما هي اصلا اريثروديرميك هيبقى اسوء من الاريثروديرميك، ما الباستور الاريثروديرميك دول لو اديت فيهم سيستميك ستيرويد محدش يقدر يفتح بقه معاك، اوكي. الحالتين الوحيدين اللي بندي فيهم،
لو اديتهم، بس this is not the first choice. انا عمال اقول لك ميثوتريكسيت اهو، ايه اللي دخلنا في سكه الاستيرويد؟ بس انا بقول لك لو اديتي له لا this is not my choice. الاريثروديرما بتتعالج بالميثوتريكسيت، تمام؟ هنعمل له ليفر فانكشنز، سي بي سي، رينال عشان هو اولد ايج، تمام؟ وبعدين نبتدي ندي له الميثوتريكسيت على طول. كاميرا فالمهم ان احنا ايه، نبتدي الميثوتريكسيت as soon as possible. واحنا بعد ما اخد الميثوتريكسيت فتره يا جماعه بان بقى ان هو سورايسس، اوكي؟ بس انا نكتفي بهذا القدر النهارده لان الموضوع طويل قوي، اوكي؟ ولو تحبوا المره الجايه نكمل برضو نفس الطريقه، اوكي؟ يعني او نشوف بقى حاجه تانية نتكلم فيها. نكمل بنفس الطريقه. طيب اوكي خلاص، انتوا امتحانكم ان شاء الله لسه في نصف فبراير. ايوه حاضر حاضر، خلاص ماشي الحال. هي عموما ده الستورمينج اوف ايدياز ده حلو، ستورمينج اوف مايند ده كويس لينا كلنا، خلاص توكلنا على الله. هو انا هبقى انزل لكم اللينك ان شاء الله عشان اللي ما حضرش على على الشانل ان شاء الله. طيب باي، تصبحوا على خير، وباي باي بقى، نشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه.